السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله نحن أودي نرتيه دي سورة البقرة إلى نبتية تامة تايت وره باقي باغم ودام بوغيانو إلا أول مصحف ودكا صدقيا كيوكا كودو ودام سميكيا بحو سيري كتا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغلب على غلب وللكافرين عذاب مهين وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ
أخذنا ميثاقكم، أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، فوقكم الطور خذوا. أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة، ما آتيناكم بقوة بقوة واسمعوا، بقوة واسمعوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل، في قلوبهم العجل بكفرهم، قل بئس ما، بئس ما يأمركم به، يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين. صدق الله العلي العظيم. الله من سلاكان توفيق نلغتي.